وإلى مساحة جديدة من مساحاتنا الطبية لليوم، حيث تعتبر العدسات اللاصقة للأسنان أحدث ما توصل إليه العلم اليوم، ويلجأ إليها كثير من الأشخاص للحصول على ابتسامة جميلة. وتتراوح الأقاويل بمدار هذه العدسات على المدى الطويل. لنعرف أكثر عن هالموضوع معنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم الأكزم، اختصاص بطب تجميل الأسنان ومعالجة الأقنية الجذرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا دكتور. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. يسعد صباحك دكتور. بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء أنه دائما السن الطبيعي إذا كان هو سن سليم يمكن معالجته، نحن ما بنلجأ للشغلات الثانية مثل الفينير، ولكن نحن بدنا نتعرف هلا عن شيء اسمه عدسات، أو خلينا نقول الإيماكس. خلينا نعرف المشاهدين شو هي العدسات وشو هي الإيماكس اللي بتنحط على السن. هلا مثل ما حكيتي اول شيء يعني يفضل السن الطبيعي يضل على وضعه، يعني السن بنقدر نحن نعالجه بالتبييض، بنقدر نحط له حشوه تجميليه اذا في فراغ صغير بنحط حشوه تجميليه. في عالم اوقات بيكون عندها فراغات بسيطه بين الاسنان بتنحل بالتقويم. بتيجي بتقول لك دكتور انا بدي اعمل فينير، انا برفض رفض قاطع. يعني نحن بنقدر نوصل لحاله حلوه، بس مثل ما تفضلتي في عندنا شيء اسمه سلبيات للمستقبل. هلا اول ما اخترعوا عدسات الفينير هي عباره عن عدسه كثير رقيقه، ارق سماكه لها 0.3 من الميلي. متى ما نزلنا عن 0.3 من الميلي بنصير بشيء اسمه الثين فينير، اللي هو الفينير الرقيق. تلصق بماده خاصه، طبعا بده يصير في تخريش لسطح السن وتخريش للعدسه وتفوت ماده بيناتهم تلزقهم. تماما. خلينا نعرف اكثر شو هي العدسات اللاصقه وكيف ممكن نحضر السن لها. هلا تحضير السن بيلعب دور كثير كبير في سماكه الميناء. انا بده يضل عندي الارتباط العدسه بالميناء. نحن ارتباط الحشوه او العدسه بميناء السن هي اكثر بكثير من ارتباطها بالعاج، لانه الميناء 90% من تركيبه مواد معدنيه، بينما العاج المواد المعدنيه فيه ما بتتجاوز 8%. نعم. الارتباط بيقوى كل ما زادت المعادن بسطح السن. يعني لازم يكون تحضيري يبقى ضمن طبقه الميناء بالسن. ناخذ الطبعه بتحضير اقلي بتنبعث للمخبر. في عندنا عده طرق. هلا في الشغل اليدوي وفي الشغل اللي بنشغل على اجهزه الكمبيوتر وطابعات ال 3 دي اللي هي الكاد كام وتطورت كثير. بنحقن بماده هي الايماكس بنسميها الامبريس، وبعدين بنحط فوقها طبقه الخزف حسب اللون اللي بنقيه المريض والشكل. نعم. يعني ايضا دكتور لاي حد خلينا نقول دائما الموضه هي سبب كثير من العالم انه يكون اسنانها ما فيها شيء، ولكن هي الموضه بانه هي تعمل فينير، ممكن لو بدت خلينا نقول تحضر الاسنان. تمام، تحضر الاسنان وما فيها شيء بس هي بدها تعمل فينير. قديش مهم انه بس يجي مثلا او مريض، او ما رح نقول مريض، حدا بده يعمل تجميل لاسنانه يكون الدكتور يعني شوي هيك عنده قدره اقناع بانه هذا الشيء لا، وانت اقدر على النصيحه كونك انت اللي بدك تشتغله يعني بالنهايه. تمام سعدي، هي احلى جمله يعني الواحد بيحكيها. نحن مو على طول تحت رغبه المريض، ما أنا دائما تحت رغبة المريض. يعني بما أنه عندنا الحلول البديلة نحن مستعدين نعمل حلول بديلة. يعني أنا فيني أخذ ابتسامة حلوة وجميلة تناسق الموضة اللي حكيتي عنها. كمان كلمة موضة يعني صار العالم هي عملت فينير بدي أعمل، أنا فلان عمل فينير بدي أعمل. صحيح. نقدر نحن نأخذ هالابتسامة الجميلة بأقل ضرر للسن. يعني أنا لما عم بعمل تحضير من سطح السن هذا اسمه ضرر. يعني عم باكل نسج سنية سليمة، بس فيني أنا أعمل حالات فينير بحالات الأسنان بتكون تعبانة فيها، عليها سطوح حشوات كتير واسعة مثلا. صح. سن عندي مثلا محطوط له حشوة مرة ومرتين وثلاثة، تعب السن. بصير الفينير عبارة عن طبقة، بدل ما بدل أنا كل سنتين ثلاثة حشوة بتخدمني بين 10 و 15 سنة. صح. بس مثل ما حكيتي قدرة الطبيب على إقناع المريض. تمام. هلأ أنا من الناس اللي ما بمشي برغبة المريض. ممتاز. يعني لو راح عمل عند غيري ما بزعل، لأنه يعني فيك تروح عند غير طبيب أنا ما بزعل. وأغلبيتهم اللي بنصحهم وبيعملوا عند غير طبيب بيرجعوا لعندي بعد 6 شهور بيقولي دكتور يا ريت ردينا عليك نحن. صحيحك عبتبجي. خلينا كمان نحكي أكثر عن أنواع العدسات وألوانها. هلا الالوان في عنا الشيء دليلين للالوان موجودين، هي الالوان الطبيعيه اللي هي الاي والبي والسي والدي، واخترعوا من فتره دليل الالوان اللي هو البليتش التبييض. نعم. بينقسم لاربع الوان، البليتش 1 بليتش 2 بليتش 3 والبليتش 4. هلا الالوان البليتش هي الوان ما لها طبيعيه مثل اللي عم نشوفهم مثلا بالتلفزيون،
يعني بيكونوا بياض قوي على زرق، يعني بتحسي مثل نيونه مثلا، اعطي السن على زرق. هلا هي الشغله، انا بس اخذ قرار اعمل فينير للمريض ما بتدخل باللون، لانه اللون شغله شخصيه. خلص نحن اخذنا قرار نمشي بهالخط، عندي اسنان تعبانه، انا صارت القصه عباره عن قصه وظيفيه وتجميليه، اخذنا قرار نعمل فينير، انا اللون ما بتدخل فيه. هلا انا بتبع لون البشره، لون الشعر، لون العيون، بعطي نصيحتي. بس في ناس بتجي دكتور انا بدي افتح لون، بترجيه افتح لون ما في افتح. طيب يعني هذا مثلا ما بيلبق، انا بعطي نصيحتي تماما. السمار، لون الشعر بيلعب دور، كل شيء بيلعب دور. سالتيني على سماكه الفينير، هلا سماكات الفينير مثل ما حكينا الالوان والانواع. الانواع بتغير اسم الفينير، هو نفس الماده بس بتغير اسم الفينير حسب سماكته. يعني انا فيني السن اللي فات، القرنه اللي فايته لجوا، فيني سمك فينير قد ما بدي، بس حنحكي على ارق طبقه مو على اسمك طبقه. ارق طبقه نحن بالفينير فينا ننزل ل 0.3 من الميلي، يعني بسموها الثلاثه دوزيم. سماكه تحضير او سماكه بيقدر المخبر يعطيني اياها، هي التوصيات العالميه. نحن متى ما نزلنا عن 0.3 صرنا بشيء اسمه ثين فينير، انه الفينير الرقيق. طبعا عندنا سماكه معينه اللي حكينا عنه، السماكات ما فينا نتجاوزها لانه نحن هون بنكون عم نغير بصفه الماده. صحيح. في احتمال تكسر، في احتمال تشعر، وهالقصص هي. صحيح. يعني ايضا خلينا نحكي عن الفرق بين الفينير واللومينير. يعني في عالم بتقول انا ماني عامله فينير فانا عامله لومينير، هلا هو يمكن اكيد الضرر هو واحد، ولكن بتفرق بالنوعيه وبتفرق بدرجه اللون، انتم عندكم اه وبي وهيك شغلات، هدول الدليل الكلاسيكي مثل ما حكينا. تمام. بس اغلبيته بياخذ البليتش سالي. يعني طب شو الفرق بيناتهم؟ يعني ما في فرق بين هلا الفرق بين الفينير واللومينير مصاري ولا غشي؟ هلا هي اوقات بتنحط حجه على شيء. تمام. هلا الفرق الاساسي بين الفينير واللومينير هي السماكه والماده. هلا انا ماده الايماكس هي الماده اللي بتصنع الفينير. تمام. مثل ما حكينا على السماكه، اللومينير صرنا بغير ماده. تمام. صرنا بشيء ثاني، بس اوقات في تلابس بين الاطباء، يعني بيقول لك الفينير الرقيق هو لومينير، هو نفسه. ابدا لا، ما له لومينير، نحن فتنا بغير مشروع، فتنا بغير مواد، وفتنا بغير اجهزه. تمام. يعني فينا نعتبر خطوة العدسات اللاصقة هي الخطوة اللي ما بقى فينا نرجع منها كونه عم يتم بتغيير بنية السن. خلينا نحكي معناتها كيف ممكن نحافظ عليها أكثر، وشو السلبيات اللي عم بتكون بهذا الموضوع؟ نحن بدي أخذ فقرة السلبيات قبل فقرة المحافظة. نحن بحال تحضير السن وتعريضه لأحماض، يعني نحن عم نعرض سطح السن لحمض الفوسفور بتركيز 37% لحتى أقدر أنا غير بنية الأكاسيد المعدنية الموجودة بالمينا اللي حكينا عنها انه الارتباط بالمينا اعلى. هي بتعمل اوقات مثل حساسيه كبيره للسن. حتى ماده الربط، ماده الربط اللي هي عباره عن الماده الدول كيور اللي بتلزق الفينير بسطح السن، بدها تكون ماده قويه وبدها اقنيه تندخل فيها بالسن. هي كمان الصاقه بيخلي يطلع عندي جزر حره. نعم. ناتجه عن التفاعل الكيميائي بتعمل اذيه. هلا في كثير عالم بتركب فينير، يعني هي ما لها القصه الواحد يعمل البحر طحينه. صح. انه بيتركب فينير، انا بحكي لمريضي في عندك ازعاج بده يستمر بجوز من 3 أسابيع حتى شهر ونص، في احتمال لمعه، في احتمال حساسيه، في احتمال اذا عم بياخذ هبط مشاكل باللثه. تماما. هلا مشاكل اللثه هي غير شكل صارت. نحن هلا اول نقطه حكينا هي الحساسيه. مشاكل اللثه لها عده اسباب، يعني اول سبب بيكون تحضير سيء من الطبيب. ممكن. تمام. نحن العدسه الفينير لازم تتمادى مع جذر السن، ما تطلع بارزه لبرا، بس تطلع بارزه لبرا بيتعرف عليها اللثه انه هي جسم غريب، بصير في احتقانات لثويه، بصير في نزف، بصير في عندنا مشاكل، تطلع ريحه اوقات، يعني بيجي المريض هو عم فرش اسنانه بينزل دم، لانه بيكون الفينير بارز عن سطح السن. يعني نحن عم نحكي بشغلات مجهريه قليله كثير، صغيره كثير. الشغله الثانيه هي تنظيف ماده الالصاق بين الاسنان. انا كثير بيجيني مراجعين عاملين فينير مثلا، دكتور انا مالي مرتاحه فيهم. بيجي بحط خيط، انا بدي نظف بين الاسنان، بلاقي الماده اللاصقه تبع الفينير الساها موجوده بين الاسنان. هي متى ما تصلبت او نشفت ما عاد فيها تتنظف. صح. هيدا تنظف اثناء مرحله الصاق الفينير. نعم.
تفضل دكتور. تمام. نحن كنا بدنا ناخذ بس من حضرتك نصائح أخيرة على كل اللي عم يشاهدنا، يعني يمكن حكيت نقاط كثير مهمة ويمكن نحن وضحنا للمشاهد انه ممكن ما فينا كمان نحن نمشي على الموضة بحسب مزاجنا، لانه نحن مثلا جارتنا عملت فينير او الممثلة فلانة عملت فينير فنحن كنا حالنا نعمل فينير. نصائح من حضرتك لكل اللي عم يتابعوا. هلا اهم شيء انا بوجه لكل مرضاي وبوجههم عبر قناتكم، السن ما بيتعوض، اي سن قابل انه نحن نعالجه ويعطيني شكل حلو ويعطيني مثلا عن طريق التبييض او حشوات او اي شيء، هو افضل شيء صناعي بفوت على التم. نعم. عملنا فينير واشتغلنا بالقصة، اكثر ما بيهمنا الوقايه. نعم. الوقايه هي تنظيف بالفرشاية الاسنان والمعجون، هو التنظيف الاعتيادي 3 مرات باليوم، كل مره اقل شيء 4 دقائق، وبالحركات المتعودين عليها نحن. نعم. اللي هي عباره من اللثه للسن، ما لها حركه افقيه، حركه عموديه من اللثه باتجاه السن، المضامد الفمويه اللي بتحوي على كلور هيكزيدين بتركيز 0.12%، فينا نستخدمها كمان 3 مرات باليوم لمده اسبوع، بس يكون الفرق بينه وبين التفريش ساعه، يعني ما له بعد مباشره. تمام. لانه التفريش عندنا فلور صوديوم ونترات بوتاسيوم، هون في عندنا نحن كلور هيكزيدين، ما بدنا ماده ما يستفيد منها السن او اللثه، بده يكون فارق زمني بيناتهم سنه. والاهم من هذا كلياته هو استخدام الخيط والزياره الدوريه لطبيب الاسنان. نعم. يعني مو انا عملت فينير خلاص السلام عليكم حلوين لساتهم بالصور، لازم كل 6 شهور يكون في عندنا زياره دوريه. نعم. للطبيب نحن. نعم. يعني بهي النصائح القيمه بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الدكتور ابراهيم الاجزام اختصاصي في تجميل الاسنان، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور، وان شاء الله يكونوا مشاهدينا استفادوا من النصائح.